الخو السلام عليكم. اليوم كاين واحد الخبيره ما فيها ما يتسمع، فيها بزاف ديال الازعاج والقلق لبعض الناس. شحال من واحد ما غاديش يبغي يسمع، وشحال من واحد غادي يقول ويلي اشهد التخوفيش عاوتاني في القضيه ديال محمد مودي. ياك ما هاد الناس بغاو يطلقوه، ياك ما من الحبس للمصحه للصراح، ياك ما هادشي كله غير فيلم كيمثلوه علينا من شحال هاد، وباغين يعاودوا يضمصوا الكارطه باش يخرجوا الوزير السابق من هاد القضيه. كيف كتخرج الشعره من العجين؟ غادي نجاوب هاد الناس بالتدقيق، ولكن بغيتكم اولا تخبطوا اللايك على هاد الفيديو وتشاركوه معنا في النقاش ديالكم بالتعليقات، وما فيها باس عاوتاني تبارطاجيوه مع اصحابكم وعشرانكم باش تعم الفائده وباش الكل يستافد من هاد المعلومات المهمه جدا. اذا بلا شك مازال عاقلين بان ملي تشد محمد مبديع وصيفطوه للحبس ديال عكاشه في كازا قبل شهر تقريبا، هادشي كله في اخباركم في النهار الاول ديال طاح ليهم تما موت احمر وقال ليهم انا مريض مطحون ومهلوك وما عنديش القدره الصحيه نهائيا باش نتحمل الحبس. الحبس ماشي ديالي انا عباد الله، مالكم ما بغيتوش تفهموا؟ واش انا حياتي كلها دوزتها مبرع وجالس فوق المقاعد المريحه ديال الوزاره وديال البرلمان وديال المجالس ورئاسه بلديه الفقيه بن صالح، وكنت كندوز الكونجي ديالي غير في فرنسا والامريكان وجزر الهاواي والمالديف؟ 70 عام كلها من حياتي وعمري دوزتها غير تفطاح ورحلات وسفريات وسهرات ديال الاغنياء الكبار وافراح من افراح قصص الف ليله وليله بحال العرس ديال ولدي. ودابا بغيتو تحطوني في زنزانه مع المجرمين والقطاطعيه، واش عندكم شي عقل ولا والو؟ ما تكسبوش اسيدي، انا هنا نموت لكم. طلقوني ولا نوريكم العجب اللي ما عمركم شفتوه. من بعد اسابيع في مصحه السجن، محمد مبديع باغي دابا يخرج من الحبس، بغى الصراحه المؤقت. جاء عند المحامي ديالو وقال ليه الشاف راه من حقك تطلب الصراحه المؤقت، والقاضي اللي شاد الملف ديالك خاصو يطلقك صراحه، راه عندك كل الضمانات القانونيه والاداريه باش تحضر المحكمه في كل جلسه. انت ماشي واحد، انسان عادي، انت وزير سابق وبرلماني وشخصيه سياسيه كبيره ومعروفه في البلاد، ومن حقك تطلب الصراحه المؤقت، ومن حق القاضي كيف قلت لك الشاف يعطيه ليك. وهنا مبديع فبلا شك قال للمحامي ديالو ايوا يا تا اش كتسنى يا استاذ، توكل على الله ودير لينا طلب للسيد القاضي لعل وعسى يهديه الله علينا ويطلقنا ويعطينا الصراحه المؤقت. يطلقنا نخرجوا من وراء هذا القضبان الحديديه السميكه اللي من نهار شفتها ودخلت ليها وانا كنعيش العذاب والجحيم الحقيقي. الله يجازيك بخير يا استاذ، طلب لي الصراحه ويلا شدات ما نقولش لك ما نعاودش لك، تستاهل كل خير. اللي حسبتي عليا انا نخلصك ونزيدك، ياك انا مازال غير متهم، مازال ما تحكمت، اذا فانا بريء من هادشي كله اللي باغين يلصقوه ليا. ياك القانون المغربي كيقول بان كل متهم بريء الى ان تثبت ادانته، اذا انا بريء وخاصني نخرج دابا من الحبس. وحتى المحامي ديالي حتى هو مشى معاه في نفس الاتجاه، محامي مزيان ملي طلب منه القاضي باش يطلقه وقال ليه الموكل ديالي بريء وعنده ضمانات الحضور وصفة وزير سابق ومن فوق هادشي كله سعادة القاضي المحترم، راه ما كاين دابا حتى شي دليل قوي على الموكل ديالي. وياسي عيش نهار سمع اخبار محمد مبديع كله وما كاين حتى دليل عليه، فهمت سطا؟ هكذا ربما كيفكر السي مبديع والاستاذ المحامي ديالو اللي بلا شك كيقوم غير بالواجب المهني ديالو كمحامي، خاصو يدير كل المجهودات ديالو باش يخرج الموكل ديالو من الحبس. ولكن اللي مبغاش يتفهم المحمد مبديع او يدخل راسه وهي ان الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه شدات عليه بزاف ديال الادله القويه والقاطعه، وبان الوكيل العام للملك ما دار في الحراسه النظريه حتى عرفوا مزفتها ومكحلها وغرق حتى الودني، وحتى السيد القاضي قاضي التحقيق واش كيلعب؟ راه عارف مزيان اش كيدير. وكون ما شافش القضيه فيها بزاف ديال الدغل وفيها ان ما غاديش يوصل معاه لهاد المواصل كلها، يعني الاعتقال الاحتياطي والايذاء في سجن عكاشه بالدار البيضاء. اذا شخصيا كيبان لي بان الوزير السابق محمد مبديع مازال غادي يبقى في الحبس
والحبس ديالو وغادي يزيد اطوال اكثر، وهادشي كله بسبب الفعايل القبيحه اللي ما فيها ما يتشاف واللي كان كيديرها ملي كان شاد كل المناصب وطغى على البلاد والعباد، حتى ما بقى ليه غير يقول للناس انا ربكم الاعلى. دابا غادي نجاوب الناس المتسائلين ولا المستنكرين في حدود القدرات التخمينيه والتكهنيه ديالي، وغادي نقول لهم بان محمد مبدع محال واش يخرج من الحبس، ومحال القاضي يستجب لطلب او ملتمى الصراح. والسبب الاول هو ان خطوره الجرائم والافعال المرتكبه من طرف مبدع والناس اللي معاه ملي كانوا حاكمين البلديه ديال الفقيه بن صالح بقبضه من حديد لاكثر من 25 عام هذه. اما السبب الثاني فهو ان محمد مبدع هو اصلا معتقل مشدود دابا حاليا، وما دام تم اعتقاله واخا عنده الصفه ديال وزير سابق وبرلماني وشدوه وهو حامل لصفه رئيس لجنه العدل والتشريع تحت قبه البرلمان المغربي، ما غاديش يفلت منه. القضيه عنده مكفسه ومزفته مزيان، بحالو بحال زيان مثلا اللي صدمته محكمه النقد البارح، وهي اعلى هيئه قضائيه في المملكه المغربيه، وقالت ليه سمح لينا السي زيان تم تكرم غادي تدوز 3 سنين ديال الحبس ديالك وربي كبير، كل كاع البيبان تسدات في وجهك السي زيان وما بقى امامك الا حل واحد ما كاينش غيره راك عارفه، وهو طلب العفو الملكي ويلا تقبل لك. راك عارف السي زيان شنو دارتي في البلاد وشنو كانت في عائلك القبيحه قبل ما تشد، وكيفاش انت وفي سن الثمانين وما هنيتيش الوقت، شكون هنيتيها كون هنيتك اودي؟ اش غادي نقول؟ موضوع زيان ورب الكعبه ما كنت باغي نهضر عليه، وراه غير جاء على الطرف لساني وصافي، المهم ما فيها باس انوصلوا الميساج لمن يهمهم الامر. دابا نصيحتي لزيان بهذه المناسبه كنقولها وانا فقط كنعبر على رايي الشخصي المتواضع، والله كون غير درتي شي طلب ديال العفو لصاحب الجلاله طلب زهرك اش خاسر؟ الملك ديالنا قلبه كبير وحنون بزاف على شعبه، هادشي كيتفقوا عليه جميع المغاربه بدون استثناء، ولكن في نفس الوقت الملك ديالنا حريص دائما على التطبيق السليم للقانون وكيبغي العداله تاخذ المسار الطبيعي والحقيقي ديالها، وهادشي علاش قلت ليك السي زيان دير طلب العفو الملكي وطلب زهرك وشد نوبتك في الصف منك من خوتك المساجين الاخرين. اش غادي نقول لك؟ تقدر تصدق وتقدر ما تصدقش لك السي زيان، المهم دير المحاوله وصافي، المهم هو المشاركه، هذا مجرد اقتراح من عندي وصافي ولك واسع النظر. غير هي حاجه وحده بغيت ناكد عليها في هذه المناسبه، فانا من صغري وانا كنسمع من والدي الله يرحمهم بجوج واحد العباره شهيره جدا، وهي ان المخزن ما كيظلم حتى واحد، وما ديرش ما تخافش ما عمر المخزن يجي ويهزك ويدير لك المينوط وانت غير غادي في الطريق او جالس مع اصحابك كتضحك معاهم يجي يديك بدون سبب ويضربك بعقوبه ديال الحبس والغرامه. المهم هذا دائما مجرد راي شخصي، نقدر نكون مصيب ونقدر نكون مخطئ، وكنتمنى من الناس اللي غيقدروا يخالفوني يتفهموا شنو هي حريه التعبير عن الراي ويناقشوني على هذه الافكار اللي قلت بالتي هي احسن. تحياتي العطيره لكم جميعا اخواني اخواتي، والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل.